السلام عليكم الإخوة الأخوات، مرحبا بكم معنا في قناة أجين ستافدو. هذه تتم الفيديو ديال الحادثة الشغل، لأن المعلومات بزاف بزاف في هذا الموضوع وبغينا نطرقوا له يعني احنا بعجالة. الهدف هو بغيت نوريكم كيفاش تحسبوا التعويضات ديال حوادث الشغل أو نزاعات الشغل أو الأمراض المهنية أو حوادث السير. بغيت نوريكم واحد التطبيق مهم جدا يساعدكم كثيرا على حساب بدون أي مجهودات، مجرد إدخال المعطيات. ولكن قبل كل شيء للضرورة أحكام، يجب التعريف بماذا يجب أن نحسب. مثلا بغينا نحسب حدود الشغل خصنا نعرفوا شنو هي، بغينا نحسب المرض المهني نحسب التعويضات ديالو خصنا نعرفوا شنو هو، يعني ضروري ما غنعرفوا شي حوايج ضروري. لانه بزاف ديال منا حنايا، مني انا ما كنتش عارف بزاف ديال الحوايج، ولكن بفضل الله وبفضل يعني العلم الواحد كيقرا وكيستافد يعني كيعرف بزاف ديال الحوايج وكيبغي يفيد بهم الناس الحمد لله. المهم فاش كنا في الفيديو اللي داز تكلمنا على انه في حالة ما رفضت لك التأمينات تخلصك الراحة ديالك، يعني كتلتجأ للمحامي. هذه في حالة عفوا، كاين حالة اخرى كتلتجأ فيها للمحامي وغادي نتكلم على المحامي وكيفاش كتختار المحامي. هي في حالة ما ان كما قلت لكم ان ملي كترتاح وتدخل تخدم كيعطيك لا ريبريز، سواء الطبيب ديالك المعالج اللي مشيت تتعالج عنده، ولا الا تعالجتي تبقيتي مع الطبيب ديال لاسيرونس، يعني ما خديتيش الدوسيو مشيتي عند الطبيب ديالك، مين كيعطيوك لا ريبريز يعني عندك الحق باش ترجع للعمل. كتشوف الطبيب ديال الخدمه في حدود 15 يوم، ديك 15 يوم ضروري يشوفك الطبيب ديال الخدمه باش يعطيك لاكور باش تخدم، سينو راه ما غاديش تبقى محقق تخدم واخا خدام الا ما تسمعتيش عند الطبيب ديال العمل. راه نورمالمون هذه خدمه الموارد البشريه، هما اللي خصهم يقول لك هادشي، ولكن كاين شي وحدين شبه فترات كيجيبوهم جداد ما كيعرفوش هادشي. ضروري خصك تدوز عند طبيب العمل باش يعطيك الصحه البدنيه ديالك وتزاول المهام ديالك. ملي كتزاول المهام ديالك كتفوت شهر شهرين عام كتحس براسك صافي بريت على خاطرك، كترجع عند الطبيب ديالك كيعطيك لا غيريسون يعني الشفاء انك بريتي، ومعها كيعطيك النقاط. اسمعوا مزيان، هنايا النقاط او كيتسموا بلي بي بي. هاد النقاط هما اللي كتعتمد عليهم، هما اللي كتعتمد عليهم في التعويضات ديالك، سواء في حادثة الشغل او سواء في المرض المهني. هاد لي بي بي هما هما النسبة اللي كتعتمد عليها في حساب التعويضات. هاد النقاط انت ملي كيعطيهم لك الطبيب ديالك كتمشي ضروري عند الطبيب ديال لاسيرونس باش يفاليدي لك هاد النقاط. بحال انت يا افترضوا تحتي ريحتي 30 يوم او 40 يوم رجعتي للخدمة خدمتي فات 6 شهور صافي طلبت لك الخدمة الموارد البشرية قال لك جبنا لا غيريسون ديالك، كتمشي للطبيب كيعطيك لا غيريسون، عطاك النقاط افترضوا عطاك نقطة أو جوج. نقطة أو جوج ما معناها هو بزاف ديال الناس غادي يقول لك نقطة أو جوج، يعني هي فوا السالير ديالك، يعني نقطة فوا السالير، جوج نقط فوا السالير، يعني كما يقول لك يعني غادي. ولكن هذا الحساب ماشي هو هذاك، غادي نوريكم الحساب بالضبط كيفاش غادي يديروا يحسبوا هذا، كيفاش كيحسبوا هاد التعويضات. هاد النقاط الغالب في الناس غادي ما غاديش يفهمهم، هما الزرورة. التأمينات كتعوضك على هذيك الحادثة الشغل، ديك حادثة الشغل اللي طرات لك ولا داك المرض كيعوضوك عليه، يعني كيعطيوك عليه فلوس، كيعطيوك الزرورة كما كيقولوا. هذوك النقاط انت يا افترضوا عطاك نقطة او جوج ما عجبكش الحال، هذا بالنسبة للطبيب ديال التأمينات. اما الطبيب ديالك راه كيتهلا فيك كيعطيك 5 نقاط ولا 6 ولا 7، ولكن ضروري خصك اوبليجي دوز عند طبيب التامينات. من كدوز عنده ما كيبغيش يقبل لك دوك النقاط، كيقول لك لا بزاف عليك تاع النقاط، يعني غادي يجوك يعني غادي كما كيقولوا الناس 7 نقاط ولا 6 نقاط فوا السالير ديالك، يعني ماشي هي النقطه فوا السالير. علاش؟ حقاش ديما هو كيجر التامينات، ما كيبغيش يعني كينقص عليهم لي شارج، كيمينيميزي لي شارج لو بلو
لو بلي لون بوسيبل. شنو اللي كان؟ نتايا كتقول له اودي انا راه طحت ضربت تهرست ولا كيما كانت الحاله ديالك، يعني راه النقطه ولا هادي راه ما كفاتنيش، يعني انا راه نورمالمون خصكم تعطيوني 5 نقاط ولا 6. الا ما تفهمتوش ها تماك عاوتاني كتمشي للمحامي. هادي الحاله الثانيه، فهاد الحاله الا ما عجبكش داك الشيء ديالو كتمشي للمحامي، كديرو الوثائق ديالك، كديرو فوتوكوبي ديال لا بريزون شارج، كديرو فوتوكوبي ديال الدواء لوردونونس، فوتوكوبي ديال الراحه اللي ريحتي، فوتوكوبي ديال التقرير الطبي ديالك، وكيفتح دعوه، كيسجل الدعوه، كيفتح دعوه. وهي ماشي دعوه كما الدعوات الاخرين، هي صلح عن طريق المحكمه. كيفاش هذا الصرح كيدار؟ كدير المحامي. انا اللي ننصحكم بعدا قبل كل شيء، ما تمشيوش عند المستشارين القانونيين، حطيو راسكم، ما تمشيوش عند المستشارين القانونيين، سيروا عند لي ماتر، ان ماتر نافوكا، استاذ محامي. ما تمشيوش عند المستشارين كيبزنسوا وكيديروا التسمصير في هذا الشيء. هو البورسونتاج راه باين قانونيا، كيعطي للمحامي 25%، وكاين بعض المحامين اللي كيتساهلوا كيديروا 15% 20%. غادي نشرح لكم كيفاش هذا الشيء، يعني ما كيشد عليك حتى ريال، كيشد لك القضيه غراتويتمون حتى الاخر، وهذاك الشيء اللي جاك كيقطع به 25% ولا 20% على حسب النسبه اللي تفهمتوا انت وياه عليها. هذا من ناحيه المحامي كيفتح دعوه، كتفوت واحد 6 شهور ديال الجلسات من بعد حقاش داك الشيء ديال المحاكم، راكو عارفينو راه كل جلسه شنو كيدير فيها، كاين جلسه التامل، جلسه ديال التمهيد ديال الحكم، جلسه كل جلسه شنو كيكون فيها، ادلاء بالوثائق، استدعاء المؤمن، بزاف بزاف ديال الحوايج. كتفوت واحد 6 شهور ولا 7 شهور كدير الخبره. هاد الخبره شنو هي؟ هاد الخبره هو واحد الطبيب محلف لدى المحاكم، هو طبيب فاش ما كانت تهريسه طبيب ديال العظام، كان الجلد طبيب ديال الجلد، كان العينين طبيب ديال العينين، كيف ما كانت الحادث الشغل، كان نفسي، كان بسيكياتر، يعني كاين اطباء محلفين لدى المحاكم. كتمشي عنده كدير له الدوسي ديالك، كتقول له اودي انا راني طحت ولا انا تعرضت للحادثه شطرا ليا، راه التامينات ما نصفونيش انايا، هاد الضرر اللي عندي، وهما عطوني غا نقطة ولا جوج، وانا الطبيب ديالي عطيني 6 ولا 7 نقاط. الخبير راه كيحكم بيناتكم، وديما كيحكم بالحق الحمد لله، راه ديما كينصف الاجراء، يعني ديما كينصف الاجراء، وكي يعني كما كيقولوا راه كيعطيهم الحق ديالهم، ما تخاف والو، وكتجيك ديك 5 ولا 6 نقاط وكيدفعوها للمحكمة، وكتصبر واحد 6 شهور أخرى ولا 7 شهور، المهم حتى العام ونص، بعام حتى العام ونص كدار. عاد علاش؟ حقاش كيمشيو يديروا الحجز للكونت ديال لاسيرونس، يعني رئيس المحكمة كيعطي الحجز لذاك رقم الحساب ديال داك لاسيرونس، بالسيف عليه غادي يخلص لك هادشي، واخا ما بغاش هو بالسيف عليه غادي يخلصك، غادي يعطيك التعويضات ديالك، عطاك 5 نقاط ولا 6 نقاط، يعني بالسيف عليك غادي تاخذ فلوسك. بالنسبه للحساب راه غادي نطرقوا له في فيديوهات اخرين ان شاء الله، غنوريكم كيفيه الحساب ديال هاد التعويضات عن حول الشغل الامراض المهنيه. انا دابا كندير تعريف لهاد المصطلحات، الواحد باش يعرف ما ليه وما عليه، ونتمنى تدعمونا في القناه إذا ما عجبكم المحتوى، وتنشروا معنا وتبركوا على الزر ديال الإعجاب أو الجرس، هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة للأمراض المهنية، الأمراض المهنية هي الطريقة ديالها أو البروسيدور تختلف شويه على حادثه الشغل. هي ما كتكونش كما يقولوا بريسكومون او بيان سودا، كنتي خدام طحتي، لا،
هي انت عن طريق سنوات من العمل، سنوات من المعاناه في الصداع او بين حساسيه الجلد او بين العينين او بين الودنين، اي حاجه يعني هذاك الشيء كيتاكم ولا كيتجمع كيتجمع كيتجمع. جاء واحد العام خدمتي 5 سنين 6 سنين، المهم 4 سنين، جاء واحد العام ما بقيتش تسمع بودنك، ما بقيتش تشوف مزيان، ما بقيتش تقدر توقف على ده توقف مزيان، لقاش الدار كيضرك. بار كونتر تنهار دخلتي في فيزيت دومبوش كان كل شيء عندك مزيان طوب، داز 3 سنين 4 سنين وقعت لك ديغراداسيون. انت وليتي تحس براسك ما هوش، كتقول انت كتقول راه الخدمه خرجت عليا. شوف اخويا، راه القانون حاميك والقانون فيه ثغرات، ولكن حنا ما عارفينش بين هاد الثغرات ومن بين هاد القانون الحقوق ديالنا، انه انت الا حسيتي براسك اي ديغراداسيون كيما كانت سواء فيزيك او بسيشيك، عندك الحق تمشي عند الطبيب ديالك المعالج ويعطيك تقرير تداوي راسك بفلوسك، ماشي مشكل، داك الشيء غيرجع لك، غيعطيك تقرير طبي على انك انت اصابك مرض مهني، يعني خصو يعطيك تقرير طبي. وحبذا طبيب العمل يشهد معاك حتى هو بالتقرير، كتمشي عنده كتقول له انا دخلت عندك على فيزي دومبوش، كيفاش دخلت مزيان دابا ها كي وليت ممكن تعطيني تقرير، كتجيب التقرير ديال طبيب العمل وكتجيب التقرير ديال الطبيب المعالج ديالك وكتمشي تصرح بالمرض المهني، وهذا غادي نطرقوا له ان شاء الله في الفيديو الماجي. وكنشكركم بزاف على المتابعه، انتظرونا ان شاء الله في فيديو اخر نتكلم فيه على المرض المهني، وغادي ان شاء الله غادي نتوسعوا فيه وغادي نوريكم حتى هو كيفاش لي بروسيدور ديالو. وشكرا جزيلا.